هاد البنت كتجيني انا اللي خاطبها ليه عام وهي بقات في الدار ديالهم، وانا كنفكرها دائما كنمشي عندهم في الاعياد في الزياره دائما كنمشي عندهم. سيدي ملي جا راجلها درنا العرس روحناها عايشه معنا بخير وعلى خير. هاد البنت ما كتخاصم مع حد، ما خاسره والو، مزيانه. انا دايراني امها وانا دايراني درتها بنتي. هاد الدريه ما كاين فيها حتى شي حاجه خايبه هنا في الدار، ماشي في عليها والو، مزيانه. هذاك النهار عاد تفاقت انا ويا هنا حسين، ملي مشات عند جدها مات جدها جات كتخاف كنعس معاها، قلت لها لا نعس معاك. كنعس معاها دائما، كنت لا وانا وياها في النعاس كنطلعوا بجوجات كنصيبوا الاخرى اللي حدانا ناعسه. هذاك النهار صباح الحال قالت لي يا خالتي مالكه ملي ديري شعلي لي الدوش. هبطنا فطرنا جيت سطا كتمسح فيها الدار، شعلت الدوش اللي تا هبطات لي التليفون، هبطات لي التليفون بحال كتقفقف. قلت لها مالكه حسنه؟ قالت لي شوفي انا غادي نموت في المغرب واش عيب غير نموت في الطاليان. قلت لها علاش؟ قالت لي ما نعرف. بقات كتبكي قالت لي شوفي راه شداتني بحال الطجه، انا شداتني بحال الطجه. بقيت كنطلع معها ونهود معها، نطلع معها ونهود معها، هي تشد التليفون وهي تهرسها. لحق ميقات الغدا عيطت ليها، طلعت ليها قلت لها حسنه هبطي تغداي. قالت لي لا عي سير شربي الدواء، انا راه هذيك راه ما غنتغداش، ملي نجوع راه غنهود راسي. ستا كطوي في البيت النعاس ديالها، كطوي الحوايج ديالهم كلها، كلهم قاداتهم صوباتهم. عقبت حسبات بين لحقت الجوج ونص كاك، هبطات عندي قالت لي واش زيد عندك شي تليفون؟ قلت لي لا. قالت لي غير بغا نهضر مع بوشعيب. هي تقول لي صافي انا غادي طالعه عاد خديجه، طلعت معاها عطات التليفون سخرات، جابت لها 40 درهم ديال هذاك وجابت لها نمره. النمره الاخرى عندها وما دارتهاش، حيدتها وغلطت لك واحد الغلطه في الصباح ملي قالت لي الطجه هرسات لي من البلاصه ملي بديت تنشد فيها، هرسات التليفون مع الحيط هذيك الساعه هرساتو هي باش عطاتها مرتلو سات التليفون. وهذاك الحق سيدي تكون 8 هكاك هبطت الثاني، هبطت قالت لي حسنه نديك ندوز لك. قالت لي لا حتى الغدا. قلت لها حسنه نديك لداركم شك بحال ما عجبتينيش. قالت لي الا بغديني ديني عند ماما، ولكن خلي راه غدا جاي عندي بويا جاي لعندي. هذا هو هبطت تعشات معنا كلت الديسير، بقات كتشوف في التلفازه، جا هضرات مع خوالها، هضرات مع خالتها لصبليون، خالها اللي في الدوار عيط لينا قال لي شوفي يا خالتي مالكه الا بقات بحال كواك ولا قالت لكم ديني جيبيها. قلت ليك مزيان غدا ان شاء الله نجيبها لكم. نقزت هي قالت لي لا راه بويا جاي عندي غدا، راه غدا جاي عندي. هذا هو الحل اللي دارت معايا. سبقت هي في النعاس، نكون انا واحد نص ساعه بقيت وراها تشربت الدواء، وحتى جيت طلعت لعندها نعس معاها. هجرات المنطقة غطاتني حتى هي جات في جنابي وهي تنعس، ماشي ناعسه دايره بحال هكا، وشدت التليفون خدمه وكتفرج في التلفازه. ماشي قصدت فيها باش غادي تطيح من شرجم وما نحديهاش، ما قصدتنيش هي بشي حاجه رانا تيحار ولا ما قالت ليهاش، ما عرفتش التليفون علاش هرساتو. ملي لحقت للطواليت خرجت، وصلت للطواليت خرجت. ملي خرجت سمعت شي حاجه في الشرجم، وانا نسمع الغوطه الغوطه طليت على البيت بديت كنغوت وانا ندق على الاخرى. قلت لها نوضي راه حسنه طاحت من الشرجم، شوفوا لك مع الساس وداك الشيء تيديروا صافي. من تم وهي شدني صدمه هنا، وهاد المتهمه راه ما كايناش، حنا غادي نقتلوها وهي مالها علاش بحال بنتي بحال، ما غاديش شي واحد يدير لدارو هاد الكرفيصه وهاد الحاله. وكون هي كنعرفها عرفنا هزتها من على جوج ديال الليل ديال دارهم، ما قصدتهاش في ما قصدت ليش كاع انا باغا نقتل راسي ولا باغا ندير ولا لا شويه في الصباح عينيها كانوا بحال مختلفين. ملي قالت لي شادني الحريق هنا قالت لي بحال مقجوجه، ملي قلت لها عاون ديك ندوز لك قالت لي لا ما ندوزش حتى الغدا، خليتها الغدا هذا ديني بحال هكا. بعد شويه قالت لي
قالت لي صافي راه جايه عندي با. وهضرات معاهم، راه ماشي ما هضراتش معاهم، علاش ملي هضرات مع خالتها وقالت لها راه غندير في راسي شي حاجه، علاش ديك الساعه خالتها ما تعلمنا، خاصها تعلمنا بينا ندير، ماشي داري انا غادي تكرفص هاد التكرفيس وهاد الدريه تسخى عليا تلاح من الشرج، ما تمكنش ليها راسها الراسه، هي دايره بحساب داك الشيء انا ما عارفاش. ايوا كاينه في التليفون هاد خالتها، هضرت مع راجلها الطاليان، قالت لي راه حسنا غدير في راسها شي حاجه الليله قبل ما توفى، راه باقه، راه باقه يعني معاه باقه، ولكن داك الشيء كي ملي كتهضر كتسد لي البيت. لا ما عرفت على حتى شي حاجه، انا ناعسه معاها وهي شاده التليفون خدماه كتكتب، ماشي كتهضر غير كتكتب، ماشي كتهضر غير كتكتب، ما عرفت والو. انا قلت كيما هاد الايام راه كتبقى بالتليفون وكنبقى نتفرج في التلفازه، ما بقى سدا فيها والو. لا والو، لا الا كنديها لدارهم هنا، الا خرج كنا شي عاس ولا شي اسبوع كنمشيو بثلاثه وكنجيو بثلاثه، كان قيصريه وبغات تخرج وبغات شي حاجه كنخرج معاها انا، كنديها كنجيبها في الطاكسي، الا ما كانش الطوموبيل فارغ كنديها نجيب في الطاكسي، ملي كيكون راجلها كيدينا في الطوموبيل. الحمام كتمشي معايا انا، كنديها كنجيبها، بغات تقدا شي حاجه كتقول لي خالتي مليكه خرجيني كنخرجوا بجوج، هذا هو ما قاصده شويه كتمشي هك ولا هك. لا كنت في دابا هي كانت دايراني امها وانا دايرها بنتي، البيت ديالي هي عارفه كل مطالعه بيه اش فيه، وخايده السالوت واخا نكون غايبه كتحل وكتدخل ورايا كتقاد كل شيء كتصاوب كل شيء، زعما انا ما قاصداش في حسنه دير هذا الشيء تدارته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.